كان على كابتن علي معلول، وكان في كلام كتير، واحنا انا اكدت لحضراتكم امبارح في نفس المكان انه معلول كويس وبخير ومفيش اي قلق من ناحيته، وان شاء الله باذن الله زي ما اكد كريم بدايه من يوم الاربعاء. في عدد من الاسماء بيتهيالي انها محتاجه ترتاح شويه، يعني ممكن تبقى موجوده في التدريبات بحيث انها ما تبعدش عن حضراتكم. عارفين في حاجه اسمها حساسيه المباريات، احنا عندنا بريك طويل شويه قبل الماتش اللي هيتلعب يوم 6 واللي احتمال يتاجل، في كلام انه ممكن تاجل 48 ساعه، لكن احنا مش عارفين حتى اللحظه دي مفيش حاجه رسميه، وبالتالي البريك الطويل ده هيبقى في عندنا في النص طبعا ماتش طلع الجيش، انا بيتهيالي وده الاحتمال الاغلب زي ما قلت لحضراتكم كمان واكدت انه موسيماني بيفكر يريح عدد كبير من اللعيبه، يعني مش بس معلول ومروان، انا بيتهيالي قوام الفريق الرئيسي واللعيبه يمكن 90% من اللعيبه اللي شاركت في مباراه عوده الوداد هتريح ماتش الطلايع، هاني ديانج افشا السولية ايمن اشرف مروان محسن، هتلاقي بقى اللعيبه اللي كانت بعيد شويه داخله بقى في الصوره، احتمال كبير جدا صالح جمعه ياخد ممكن الله اعلم ممكن يبدا اساسي ممكن ياخد جزء من المباراه، هتلاقي الشيخ هتلاقي وليد هتلاقي بادجي، كل اللعيبه اللي كانت بعيده عن الصوره شويه الفتره اللي فاتت اعتقد هتكون موجوده في مباراه الطلائع.